ساكم يوم لا أبطوه قوم تيوب سبع الله ويوم تجينا الدين يا ربي أي توالي أو نتاعك نسمع القرآن ما يكتبين دعابين جوانو سكتي يا نبي الله يرحمك يا ساكم إن شاء الله أبطوه وسبع الله مبكو ممبلا جالي ما يعرفون كزيو بومو أتجينا بقصينا كاو إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ريحانة سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حذرنا من دار الغرور وأمرنا بالاستعداد ليوم البعث والنشور. أحمده وهو الغفور الشكور أمر ببر الوالدين وحذر ونهى عن العقوق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد أما تندقون قناق الله سبحانه وتعالى أتصور سيزوك بير مجفوشنو نتسايا كون النبينا محمد صلى الله عليه وسلم الموضوع اليوم أمسن مقافو واليلو بر الوالدين أبويسو بلون جام الزد كما جاء في الحديث غيت كندو شلام حديث إذنو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث فكو عبد الله متبني ومسعود الله مسيمه قال يا غام سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بوزم بقى الله ساسني ميرم بسفيري قوية أي الأعمال أحب إلى الله مريم جوب سينغا يوكوا غالي وجيري الله قال نام غامبا الصلاة على وقتها أكسال صلاة بسيرا بيايو قلت قلت نموزا ثم أيو أملالم لمجي قال نام غامبا ثم بر الوالدين أكوغوندي أبزاد قلت نموزا ثم أيو إجلالاتي قال نغامبا ثم الجهاد في سبيل الله أكولاني لمنقول يا الله نو زملاكي وطن دكوك صلاة سلام بسيرا بيايو أملي مملالا الله قاسينغو قاقالا بر الوالدين أكويسو بلونجا بزاد بعدين بكوتر ميت بلونجا بزاد حديث سيمبا يو نبينا يا تقام بتويس بلونجا بزاد عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث فكو أبي هريرة الله مسيمه قال يا غامبا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجو مسجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال نام غامبا يا رسول الله وانجب بكاء الله من أحق الناس بحسن صحابتي مودوتي مبانتو وانغا يانغا كتواكو بيسو بلونجي قال نام غامبا أمك ماماو قال نام بوزا ثم من ماما فاكم زيكاني قال نام غامبا أمك ماماو قال نام بوزا ملونجي وقصتو ثم من زيكاني قال نام غامبا
maamawo qaala namubuuza thumma mani omulungi ogwokuna nzeekaani qaala namugamba abuuka taatawo mutafakun alaihi hadithe evudde mu kitabo kya bukhaari ne muslim mbadde mbakuutira okwagala maama bona mwagale naye musinge kwagala maama wabillahi taufiq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ana musawi wa isra wano ndoza mpuli yafuna masibulendi mu IPLE ndoza mulawo ebannange teyasomedde walala wonna wabula wafe wawa naye obwyagala owuwo okubeera bwati mulete ajja kusobola okubeera nti amala kunsola olaba essanyu lyomuzadde lyaba nalyo ng'omwana akoze eki asibe bulungi essanyu liyitirira so naye okufuna essanyu ng'eryo abaana bamwe mugezeeko nnyo obatule